أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث تواصل وزارة الأوقاف لقاءاتها الثقافية والدعوية التي من خلالها تنشر الفكر الوسطي وتنشر الوعي بين أفراد المجتمع، وذلك في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، الذي يعمل دوما على تجديد الخطاب الديني وعلى نشر الوعي الثقافي والتوعوي والفكر الوسطي بين أفراد المجتمع. ولا شك أيها الأحبة أن كل ذلك يأخذ بأيدي وطننا الحبيب ويعمل على نشر الثقافة والوعي والعلم بين أفراد هذا الوطن الحبيب. أيها الأحبة، لقاؤنا اليوم يدور تحت عنوان مصر في القرآن والسنة، حفظها الله بحفظه وأمنها بأمنه ورزقها برزقه ونصرها بنصره. وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، ويسعدنا في هذا اللقاء أن يكون معنا من السادة العلماء فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة الأسبق، وفضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف القاهرة. كما يسعدنا أن يكون معنا قارئاً اليوم فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد، ومبتهلاً فضيلة المبتهل الشيخ محمد سلامة. أيها الأحبة، يأتي هذا اللقاء وغدا بمشيئة الله تعالى تبدأ فاعليات مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ على أرض الكنانة، على أرض مصر الطيبة، قبلة العلم والعلماء، كنانة الله في أرضه، بلد الأزهر، بلد العلم والعلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لها الخير دوما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق بلادنا الحبيبة مصر إلى ما يحب ويرضى، اللهم آمين. أيها الأحبة، خير بداية لنا دائما وأبدا القرآن الكريم، فهو أطيب الذكر وهو أحلى الكلم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخافون.
ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما يا أيها النبي
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. حقا إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، إنه القرآن الكريم. هكذا أيها الأحبة استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد، وقد كانت خير بداية لهذا اللقاء الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، والذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ويحضر معنا هذا اللقاء الطيب المبارك كوكبة من علماء وزارة الأوقاف، يتقدمهم فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ جمال إسماعيل مدير إدارة أوقاف جنوب القاهرة، وفضيلة الدكتور على الله شحاتة الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، وفضيلة الشيخ محمد محمود العدل إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، وجمع غفير من محبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع من رواد مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، ومن محبي العلم والعلماء، جاءوا ليستمعوا إلى القرآن الكريم وإلى الدعاء والابتهال وإلى كلمات العلم من السادة العلماء الأفاضل.
أيها الأحبة، موضوعنا اليوم تحت عنوان مصر في القرآن والسنة، حفظها الله سبحانه وتعالى بحفظه. وحول هذا الموضوع يحدثنا العلامة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة الأسبق، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وصفوة خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأرحب بكم في هذا اللقاء، وأخص بعد تعميم فضيلة دكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أوقاف القاهرة، وأصحاب الفضيلة الزملاء العلماء الدعاء، وحضرات السادة رواد هذا المسجد، مسجدي نفيسة العلوم رضي الله عنها وأرضاها، وجميع الحاضرين من محبي آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من يسمع هذا اللقاء الطيب، أرحب به وأحييه بتحية الإسلام. حسنا ما تصنع وزارة الأوقاف برعاية وزيرها معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة حفظه الله في إقامة هذه المواسم الثقافية التي تحتاجها كل نفس تعشق كتاب ربها وسنة نبيها وفكر أئمتها وفقهائها، لأن بالاستماع ترسم الوزارة طريقا يوصل السامعين إلى جوهر الدين وصحيح تعاليمه، وتوقفهم على محاسن شريعته الغراء التي حمل لواءها خير مبعوث من بعثه الله رحمة للعالمين، السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع وهذا العنوان الذي اختارته الوزارة ليكون عنوان الندوة الفكرية والثقافية، عنوان ينبئ عن مدى حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لقطعة من أرضه وكونه، إنها أرض مصر كنانة الله في أرضه،
مصر المباركة التي باركها الله واختارها لتكون موئلا ومأوى ومهدا لرسالات الأنبياء، لتكون ظرفا لتاريخ الحضارات. اختارها الله تبارك وتعالى دون غيرها وتجلى عليها. نحن نقرأ القرآن الكريم ونعي دلالات ألفاظه ومقاصد كلماته وجمله وآياته، فلما تجلى ربه للجبل، أي جبل؟ جبل الطور. أي طور؟ طور سيناء. أي سيناء؟ سيناء جزء غال من أرض مصر. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. سمى الله ثمارها بالمباركة، أقسم بها في قرآنه قبل أن يقسم بالبلد الحرام، بالبلد الأمين. نحن جميعا نقرأ قصار السور في صلواتنا الخمس، فنقرأ من بينها سورة التين، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين. ذكرها القرآن الكريم صراحة في مواضع شتى من سوره، وذكرها القرآن الكريم تلميحا بوصف أماكنها ومزاياها وخصائصها وفضائلها. فإن دل هذا فإنما يدل دلالة قاطعة على اختيار الله لهذا البلد وحب الله تبارك وتعالى لهذا البلد. فإذا كان الله قد اختار واصطفى من الأنبياء من الناس رسلا، واختار من الملائكة رسلا، اختار كذلك من أرضه وكونه بقعة باركها ومن عليها بنعمة الأمن، بل بنعمة الخير ووفرة الرزق. ألم يقل يوسف عليه السلام لعزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض؟ أي أرض قصد نبي الله؟ أي أرض قصد الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام؟ قصد أرض مصر. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد حقق لنبينا أسعد الخلق سيدنا محمد دخوله المسجد الحرام آمنا مطمئنا، كما جاء في قوله سبحانه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فإن عين العطاء من الأمن والطمأنينة وعدم الخوف منحه الله تبارك وتعالى لكل من شاءت إرادته أن يكون فردا من أفراد هذا البلد. ألم يقل الله تبارك وتعالى على لسان يوسف عليه السلام لإخوته وقومه وأهله:
ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أيها السادة، إن مكانة مصر عند الله بعد إيرادنا لهذه النصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا تخفى على أحد كائن من كان، وهو أمر يفاخر به كل إنسان أراد الله له أن يعيش على هذه الأرض المباركة، في هذه البقعة الطيبة من أرض الله، أن يفاخر العالم أن له وطنا كريما غاليا على الله يحبه الله. فحري بهذا الإنسان إن كان قد حقق الإيمان بالله الذي خلقه وأوجده واستخلفه في هذه البقعة المباركة من أرض الله، حري به أن يعمل جاهدا على المحافظة على هذا الوطن الغالي على الله، أن يعمل جاهدا على ترقية حضارته، أن يعمل جاهدا على تعميره ورفعة شأنه، أن يعمل جاهدا على وفرة إنتاجه، أن يعمل جاهدا على تربية شبابه، أن يعمل جاهدا على إصلاح أفراده، أن يعمل جاهدا على حراسة حدوده وثغوره جوا وبرا وبحرا، لأنها قطعة غالية على من خلقك وأوجدك ومن عليك بوجودك في هذا الوطن الغالي عليه. ويوم القيامة إن تغيرت نواياك أو سمعت مقولة سوء في هذا البلد، سيسألك الله تبارك وتعالى: ألم أمن عليك بأن أوجدتك في بقعة أحبها؟ فلماذا فرطت فيها؟ ولماذا سمعت شغب الشاغبين ودعاوى الماكرين فغضضت الطرف عن حماية هذا الوطن، هذه البقعة التي هي مقصود الله تبارك وتعالى من إيجاد هذا الكون الذي استخلفنا فيه؟ أيها السادة الفضلاء، إن حديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن مصر لا يقل أبدا عن حديث القرآن عن تلك البلد المبارك. ولو رحنا نبحث ونفتش في هدي سيدنا رسول الله لبيان ومعرفة قدر هذا البلد في نفس سيدنا رسول الله لوجدنا ما تقر به العين ويطمئن له الفؤاد، فؤاد كل محب لهذا البلد، فؤاد كل غيور لهذا الوطن الغالي، حسبة لله لا لأشخاص، فالأشخاص زائلون وإنما الأوطان ستبقى، فكيف بوطن جاء ذكره في كتاب ربنا وسنة نبينا؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصح الأحاديث لأصحابه، أصحابه الذين أتوا وفتح الله لهم قلوب العباد من ساكن البلاد قبل البلاد: سيفتح الله عليكم مصر أرض يذكر فيها القيراط، فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم عندكم ذمة ورحمة، وفي رواية ذمة وصهرة. الذمة هي العهد، العهد الموثق بين أصحاب النبي وبين أهل البلد قاطنيها أصحابها الذين وجدوا قبل أن يفتح الله عليهم هذا البلد، ففتحوها وأمنوا أهلها ومنحوهم حريتهم في كل ما يريدون، في الاعتقاد
في ممارسة شعائر دينهم، حافظوا على كل ممتلكاتهم وأعراضهم وأنفسهم وأموالهم. ورحما إنها رحم أم العرب هاجر أم إسماعيل، فأهل مصر هم خؤولة العرب جميعا. وصهرا إنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية التي أنجبت لسيدنا رسول الله سيدنا إبراهيم ابن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث آخر يبين لكم قيمة هذا البلد في سنة رسول الله، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الغرب، والغرب ما قابل الشرق، والشرق هو العراق وبلاد الحجاز، والغرب هي مصر. أهل الغرب أهلها في رباط إلى يوم الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا بها جندا كثيفا فإن أجنادها خير أجناد أهل الأرض. يا أمة الإسلام، يا أهل مصر، يا شباب مصر، يا رجال مصر، يا نساء مصر، يا قادة مصر، يا شعب مصر، كفاكم فخرا أن بلدكم سجلها الله بصدور من نور في كتابه، وأن بلدكم سجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. كفاكم فخرا أن الأنبياء كانت تلك الأرض مكانا لهم، وأن الأولياء والصالحين كانت تلك الأرض مأوى لهم. بل إن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في هذا البلد آمنين مطمئنين. وبلد ضمت مراقد الأنبياء ومراقد الأولياء ومراقد صحابة رسول الله ومراقد آل بيت النبي لن تضام أبدا، ستبقى رايتها عالية خفاقة، وسيأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فحققوا الإخلاص لهذا البلد، وادعوا لهذا البلد: اللهم اجعله بلدا آمنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظه من مكر الماكرين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين. إن ربي سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وبالله التوفيق، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة الأسبق، والتي حدثنا فيها عن ذكر مصر في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المشرفة، وبين لنا كيف لنا أن نفخر بأن وطننا هو مصر، مصر الحبيبة، مصر الغالية. وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. أيها الأحبة، ما زلنا ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الطيب من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، والذي تنظمه وزارة الأوقاف ضمن الأسبوع الدعوي الذي يبدأ من اليوم في ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.
يحضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء وقادة وزارة الأوقاف، فضيلة الشيخ مصطفى مبارك مفتش إدارة أوقاف جنوب القاهرة، وجمع غفير من السادة الأئمة والعلماء الأفاضل ورواد مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، ومن محبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ما زال الحديث متصلا حول مصر في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المشرفة، ويحدثنا الآن حول هذا الموضوع فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فنرحب بفضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين الأسبق. أهلا بك أستاذنا الدكتور، ونرحب بحضراتكم جميعا، وندعو الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا مننا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. مصر الكنانة، مصر أرض الأنبياء، على أرضها جاء وسار سيدنا إبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاة والتسليم، ومنها تزوج بأمنا وأم العرب سيدتنا هاجر عليها السلام. على أرضها نشأ وترعرع سيدنا يوسف الذي أكرمه الله عز وجل بالولاية في هذه الأرض الطيبة، والذي وصف الله عز وجل أرض مصر في خلافة هذا النبي الكريم بأنها خزائن الأرض، قال ربنا تبارك وتعالى عنه: اجعلني على خزائن الأرض، لما أراد أن يستخلفه ملك مصر أن يوليه ولاية، قال: اجعلني على خزائن الأرض، فوصف سيدنا يوسف أرض مصر بأنها أرض الخيرات، أرض البركة، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكان كذلك سيدنا يوسف أيضا عند قدوم عائلته وصف أرض مصر بأرض الأمن والأمان، قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. على أرض مصر زار سيدنا عيسى وأمه البتول، زاروا مصر وصاروا على أرضها وترابها، ووصفها الله عز وجل بالمنزل والمقام الطيب الكريم،
قال الله تعالى عنهما: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. على أرض مصر ولد سيدنا موسى ونما وترعرع على أرضها، وبعثه الله عز وجل في أهلها. على أرض مصر ظهرت المعجزات على يد سيدنا موسى عليه السلام، كما ذكر أستاذنا الدكتور. من هذه المعجزات العصا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. على أرضها ضرب سيدنا موسى الحجر فانفجرت منه 12 عينا بعدد الأصباط، فكان لكل صبت عينا. على أرضها أوحى الله إلى سيدنا موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. على أرضها جبل التجلي، جبل الطور، والوادي المقدس المبارك. وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم أهل مصر بأنهم عون وسند للمسلمين، حينما قال: الله الله في أقباط مصر، إنكم ستظهرون عليهم وسيكونون لكم عدة وعتادا في سبيل الله. أرض مصر، الأرض التي كانت دائما وأبدا الحصن والحماية للإسلام والمسلمين على مر التاريخ. على أرض مصر حكم صلاح الدين الأيوبي في القرن السادس الهجري، وكون الجيش الذي حرر به بيت المقدس في معركة حطين سنة 583 هجرية. على أرض مصر كسر الله عز وجل شوكة المغول على يد القائد المظفر سيف الدين قطز في معركة عين جالوت في القرن السابع الهجري سنة 658 هجرية. على أرض مصر كتب الله عز وجل النصر للمصريين في 6 أكتوبر العاشر من رمضان سنة 73. كتب الله لهم النصر ليحرروا البقعة المباركة. فمصر يا سادة هي البلد الآمن المطمئن، أدعو الله عز وجل أن يجعلها كذلك إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. فحبها واجب علينا، والزود عنها فرض عين علينا، وكلنا على ثغر، كل في مجاله. إن كنتم تزعمون أنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم
فرسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في حب الوطن، وهو القائل عن مكة المباركة المكرمة: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وفي رواية: ولولا أني أخرجت لم يخرج بهواك، منك ما خرجت. ولما هاجر إلى المدينة المنورة دعا لأهلها بالبركة والحفظ، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعها وفي مدها. وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله عدد بعض الأشياء التي كان يحبها رسولنا صلى الله عليه وسلم، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جبل أحد، وكان يحب وطنه صلى الله عليه وسلم. فمن يزعم أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحب وطنه بإخلاص وصدق، فليحافظ عليه وليدع للقائمين عليه بالتوفيق والعون والسداد والرشاد. وأذكر أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: ولو أن لي دعوة صالحة، لو كان له دعوة صالحة لادخرها للحاكم، لأنه بصلاح الحاكم تصلح الرعية، بصلاح الحاكم تصلح الرعية. أدعو الله عز وجل أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. اللهم إنا نسألك من بيتك هذا وفي ليلتنا هذه وفي ساعتنا هذه بما إذا دعيت به أجبت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أن تحفظ مصر من كل فتنة ومن كل سوء. اللهم من أرادها بالخير فوفقه لكل خير وأعنه عليه، ومن أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل الدائرة عليه، إنك أنت القوي العزيز. اللهم اجعلها في أمنك وأمانك وضمانك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مصر وأهلها، احفظ مصر ورئيسها، ووفقه لكل خير يحبه ويرضاه، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على أمر دينه ودنياه. احفظ مصر أرضها وسماءها، برها وبحرها، زرعها وضرعها، إنك نعم المولى ونعم النصير. وفي الختام أشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم، وأشكر كل القائمين على إعداد هذا الأسبوع الدعوي من ديوان الوزارة، ومن القائمين على هذا المسجد الطيب المبارك، كما لا أنسى صديقي الشكر لصديقي العزيز فضيلة الدكتور أحمد القاضي كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم، وفقه الله تعالى لما يحب ويرضى. وشكرا لمعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة راعي هذا المنتدى، نفع الله به البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الأحبة، هذه هي مصر كما جاءت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المشرفة، وهؤلاء هم علماؤها. هذه هي مصر وهؤلاء هم علماؤها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا وطننا مصر، وأن يبارك لنا في علمائنا، وأن يجعل بلادنا الحبيبة مصر دوما قبلة العلم والعلماء. أيها الأحبة، لم يتبقى لنا إلا أن نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال، ونحن في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. نضرع إلى الله تعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل فضيلة الشيخ محمد سلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وتول أمرنا واحفظ بلادنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا أكرم الأكرمين يا رب. مصر الكنانة ما هانت على أحد. الله أدعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. مصر الكنانة، مصر الكنانة ما هانت على أحد. أدعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. سيدي
يا صاحب الأنوار والروضات صلى عليك الله في الآيات يا أتيت برحمة في كونه ونشرت دين الله بالرحمات يا صاحب صلى عليك الله صلى عليك الله في الآيات يا من أتيت برحمة في كونه ونشرت دين الله بالرحمات يا سيد الأكوان يا سيد الأكوان يا سيد الأكوان أنت شفيعنا أنت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب لصاحب الجنات صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاح نجم في سماء سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. كنا مع هذه الأدعية والابتهالات قدمها لنا المبتهل الشيخ فضيلة الشيخ محمد سلامة، وقد كانت خير الختام لهذا اللقاء الطيب المبارك الذي نقلناه لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة ضمن الأسبوع الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أيها الأحبة، كم نحن سعداء أن استعادت مساجدنا رسالتها وأخذت تصدح بتلاوة القرآن الكريم وعامرة بالصلاة وبالندوات وبمجالس العلم وبحلق الذكر،
فتحية إجلال وتعظيم إلى القائمين على أوقاف القاهرة وعلى وزارة الأوقاف. أيها الأحبة، بدأنا هذا اللقاء بتلاوة مباركة من القارئ الشيخ محمود السعيد، ثم كلمة من معالي وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة الأسبق، والتي حدثنا فيها عن ذكر مصر في القرآن والسنة. ثم تحدث فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، أحد قادة وزارة الأوقاف، وكيل وزارة الأوقاف، ومدير مديرية أوقاف القاهرة، والذي يعمل جاهدا على نجاح هذه اللقاءات الثقافية وتلك الندوات التي من خلالها ينتشر الفكر الوسطي بين أفراد المجتمع. حدثنا في كلمته عن المواقف البطولية لبلادنا الحبيبة مصر عبر التاريخ، وأخذ في سردها من مواقع حربية إلى مواقع دفاع عن الوطن والدين. فهذه هي مصر، وهؤلاء هم علماؤها. واختتمنا هذا اللقاء بهذه الأدعية والابتهالات من المبتهل الشيخ محمد سلامة. وحضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء وزارة الأوقاف، فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الشيخ جمال إسماعيل مدير إدارة أوقاف جنوب القاهرة، فضيلة الشيخ مصطفى مبارك مفتش إدارة أوقاف جنوب القاهرة، فضيلة الشيخ الدكتور على الله شحاتة الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، فضيلة الشيخ محمد محمود العدل إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، وكوكبة من السادة الأئمة العلماء الأفاضل ومحبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواد مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. أيها الأحبة، حفظ الله بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأمنها بأمنه، وأنزل عليها الأمن والأمان والسلام والرخاء، وعلى سائر بلاد العالمين، اللهم أمين. غدا يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. حتى نلقاكم بمشيئة الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.